النهارده نزلت عشان تعمل توكيلات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ايوه انا بقول لك معلومه لو انت مش عارف المعلومه ده الكلام ده النهارده اليوم بعد على طول الهيئه الوطنيه للانتخابات الناس نزلوا على طول مكاتب الشارع العقاري بيحرر توكيل لسياده الرئيس لانه لازم يجمع توكيلات من الناس يجمع توكيلات من المواطنين، سياده الرئيس هيعلن ترشحه بناء على ايه؟ بناء على طلب الشعب بناء على رغبة الشعب اللي هي التوكيلات ديت. يعني الرئيس تاني اعلانه لخوض الانتخابات الرئاسية طلب الشعب، الشعب يطلب من الرئيس انه يخوض الانتخابات الرئاسية. الرئيس زي ما قال قبل كده وزي ما يقول النهارده وامبارح ليس راغب في هذا الامر ولكن طلب الشعب ينفذ. امر الشعب ينفذ. شعب عايز الرئيس يخوض الانتخابات؟ يخوض الانتخابات. طب يخوض الانتخابات بناء على ايه؟ على فكرة كان أسهل حاجة الرئيس يعمل إيه؟ 20 نائب من البرلمان، ده مش 20 600 نائب يعني 600 نائب البرلمان يعملوا تأييدات لسيادة الرئيس لكن الشعب مجانب مجلس النواب لكن بقول الشعب الآن عندما جموع المواطنين بتكلم على أعداد هائلة بتكلم على ملايين من الناس ينزلوا يعملوا تأييدات أو توكيلات في مكاتب الشعر العقاري نطلب من السيد الرئيس على بتاع السيسي الانتخابات لا يمكن سيد الرئيس هيتاخر لحظه عن تلبيه نداء الشعب طيب ده يلبى بناء على ايه على فكره ممكن تنزل تعمل للرئيس وتعمل لحد تاني انت عايزه ما يعني شهر العقاري مش مفتوح عشان الرئيس بس لا شهر العقاري مفتوح يستقبل اهالينا المواطنين في ربوع مصر في اي مكان يعملوا توكيلات لاي حد يرغب في خوض الانتخابات الرئاسيه القادمه إنه هو لازم يجمع خمسة وعشرين ألف توكيل على الأقل من خمسة عشر محافظة كل محافظة ألف توكيل على الأقل يبقى لازم حدك من اليوم تبدأ عشان تجمع التوكيلات اللي انت عايزها فالشعب النهاردة آلاف عايز أقول لكم مكاتب الشهر العقاري لأنه الشهر العقاري حددوا أماكن مكاتب الشهر العقاري للخاصة بتوكيلات الرئاسة اللي هو طلب ترشح لخوض الانتخابات الرئاسية زي ما حضراتكم بتشوفوا كده بسم الله ما شاء الله اعداد كبيره كثافه امام مكاتب الشهر العقاري وحول الشهر العقاري الشهر العقاري شغال على طول اللي عايز يروح على فكره الشهر العقاري النهارده في اي حته حضرتك لو عايز اي حاجه الشهر العقاري موجود روح حرر توكيل اللي انت عايزه اللي قدامكوا دول عايزين سياده الرئيس طب في ناس اخرين عايزين يحرروا اهلا وسهلا حد يمنعهم لا الشهر العقاري دوره إيه؟ تسهيل مهمة أي مواطن عايز ينزل يوكل يعمل توكيل لأي مرشح يتفضل إن شاء الله هو جهة تنفيذية زي ما بقول كده طبعا الهيئة الوطنية الانتخابات حددت تاني الهيئة الوطنية الانتخابات حددت أماكن معينة التي يسمح فيها يعني مش كل ما كده إن شاء الله أماكن معينة يسمح فيها إنه حضرتك تروح تروح المكتب ده عشان حضرتك تحرر توكيل للمرشح الذي تتمنى او عايزه يخوض الانتخابات الرئاسيه القادمه. فزي ما احنا بنشوف كده اللي واقفين واللي دول سياده الرئيس عبد العزيز عايزين الرئيس يخوض الانتخابات، داخلين واقفين عشان يحرروا توكيلات لانه التوكيل لازم التوكيل له شروط تاني، التوكيل له شروط وفي شرع العقاري وبالتالي ما ينفعش ابدا تعمل توكيل لاي هو واحد بس. ما ينفعش تعمل توكيلين. لا للرئيس ولا لاي مرشح اخر او للرئيس وحد اخر هو توكيل واحد لمرشح واحد يعني ما حدش يعمل لانه خلي بال حضراتكم ده هيكتشف شهر العقار النهارده مميكن مميكن فانت لو عملت مثلا توكيل عشان تقول انا عملت توكيلين وتشكك في الانتخابات لا شهر العقاري هيكتشف اي محاوله للتلاعب او للتزوير أو لمحاولة إنك تعمل توكيلين وتقول أنا شفت عملت توكيلين بإسم واحد وبالتالي تزور الانتخابات فيها مشكلة، لا اطمن تماما أنا بقول لك من بدري بردلك على أي محاولات من بدري من بدري اللي بيحاولوا يخترعوا أي كلام مش هيعرفوا يعملوا الحكاية دي ليه؟ الشهر العقاري مكاتب الشهر العقاري الموجودة دي مكاتب مميكنة وبالتالي محدش هيقدر يعمل توكيل في مكان هنا ويروح مكان تاني يعمل توكيل آخر بالمناسبة اللي يعمل كده ممكن يتعرض لعقوبة لأنه بيحاول يعني لها بتحاول يعني تعمل إجراءات غير قانونية أنت لك توكيل واحد فقط تعمل مرشح واحد فقط عايز سيادة الرئيس اتفضل عايز حد آخر اتفضل محدش يقول لك لا زي ما أنت عايز يعني ما احنا في الآخر بنتكلم عن انتخابات ولازم يبقى في تنافسية لازم يبقى في مرشحين ولازم يبقى في تواجد ولازم يبقى في جمع توكيلات لازم يبقى في تسهيل والحكومة ملهاش علاقة ولا وزارة العدل ليها علاقة ولا الشارع العقار ليها علاقة ولا الداخلية ولا حد ليها علاقة اللي ليها علاقة مين؟ الهيئة الانتخابات قاضي على كل صندوق زي ما قال النهاردة من الشارع حمزة قاضي تاني شوف منتهى ال, ال هو منتهى ايه؟ الحياد النزاهة ال 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 كل حاجة تتعلق بالعملية الانتخابية اه قاضي على كل صندوق شوف الموضوع ده معنى ايه؟ الشفافية اما انت تقول لي قاضي على كل صندوق طب في اكتر من كده حاجة هو ده تأكيد شفافية نزاهة أنت بتعمل انتخابات حقيقية نتكلم على المواعيد النهاردة اللي حددها الوطنية للانتخابات فيما يتعلق طبعا وإعلان الفائز قبل يوم 17 يناير الجاي ليه؟ ده استحقاق الاشراف القضائي، الاشراف القضائي ينتهي يوم 17 يناير وعشان كده العملية الانتخابية بالكامل تتم تحت اشراف قضائي حتى أمتى؟ يوم 16 يناير إعلان منصب رئيس الجمهورية رئيس مصر لمدة ست سنوات قادمة تبدأ 24 تنتهي 30 وعليكم خير وصحة وعافية وكرم وبلد كبيرة عظيمة ونقلة كبيرة قوي إن شاء الله بإذن الله تعالى ست سنوات اللي جايين دول مهمين قوي بالمناسبة جني الثمار تاني جني الثمار فنتابع زي ما بقول لكم ادي شايف ما شاء الله ما شاء الله حضرتك تفضل بالمناسبه انت يعني اي حد في اي محافظه له حق ينزل يرشح يعمل توكيل لمن يرغب اي حد حدش يقولك ما تعملش ولا حد موضوع مفتوح للناس كلها زي ما هنا بنشوف ده مفتوح لاي حد اخر ناس تانية تقف هنا يعمل توكيل لفلان ما يعمل لفلانه ما يعمل لعلان ما يعمل لاي حد ما يعمل انتخابات فانتخابات معناها من يريد ان يرشح فلان ما يرشحه فلانه يرشحها وهكذا يعني هنجد هذه الامور خلال الايام الجايه وزي ما بقول لكم كده في مساله انتخابات وهتشوفوا معانا الحكايه دي بشكل واضح فهذه طوابير اهي قدام مكاتب الشهر العقاري لتحرير ايه توكيلات للسيد الرئيس عبد الفتاح لطلب الرئيس يخوض الانتخابات دي اسمها ايه؟ توكيلات لطلب السيد الرئيس انه يخوض الانتخابات تعالوا نشوف اول توكيل عشان نوريكم اول توكيل كمان الضمانات اللي موجودة فيه أو التوكيل اللي عايز يعمل توكيل بيعمل إيه تعالوا نشوف الدكتور عصام خليل دكتور عصام خليل أول توكيل على الشاشة أو أول توكيل موجود معانا ولا مش موجود يا جماعة على الشاشة عايز صورة التوكيل بس صورة التوكيل طيب على بال ما تجهز بس هوريكو صورة التوكيل عشان حتى تبقى شايف التوكيل ده بيتكتب فيه ايه و و و و والناس النهاردة عملية الإقبال موجودة في المحافظات عايز أقول لكم من عندنا من امبارح والناس عمالة بكرة نعمل الناس بالليل امبارح